دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لليندا عشان نتعرف معاها على ايه اخر اخبار الطقس، العملات، اسعار الذهب، ايضا المرور. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير جوانا. صباح الخير احمد. معاكي اخبار كتير يعني كالعاده الحقيقه يهمنا كلنا الطقس فيها يعني. هو بالنسبه للطقس في انخفاض طفيف في درجات الحراره بقيم بتتراوح ما بين درجه لدرجتين بس في القاهره هتكون درجه، يعني امبارح القاهره سجلت 36 النهارده بتسجل 35. طب الرطوبه ايه؟ عالية طبعا. شكرا ليندا اتفضلي. لحد شهر 8. اوكي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات ودلوقتي الناس بدأت تنزل. هنشوف على الخريطة اللي هتظهر دلوقتي وهنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، هنلاقي سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر في برضو سيولة مرورية مع ظهور بعض الكثافات المرورية البسيطة. لو رحنا لطريق صلاح سالم في سيولة مرورية اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي بعض الكثافات البسيطة. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق لحد منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا. ولو عدينا على طريق الكورنيش هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية عند المظلات وبيكون في سيولة مرورية بتقل بشكل تدريجي بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير، واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة وهناك في كثافات مرورية نسبية على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، لكنها متحركة ونفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد سيولة مرورية من شارع العشرين والحد الطلبية. هنروح لمحافظة القليوبية وتحديدا من شبرا الخيمة وبيشهد شارع أحمد عرابي بعض الكثافات المرورية. هنفضل ماشيين لحد ما نطلع الكوبري وهناك هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل كبير. أما طريق شبرا بنها الحر فبيشهد سيولة مرورية وهتظهر بعض الكثافات البسيطة مع منتصف الطريق. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كثافات مرورية عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع الشارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.95 أما الشراء فسجل 18.87. اليورو البيع سجل 19.32 أما الشراء فسجل 19.24. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.69 والشراء سجل 22.59. الفرنك السويسري البيع سجل 19.54 والشراء سجل 19.44. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.04 والشراء سجل 5.02. الدينار الكويتي البيع سجل 61.63 والشراء سجل 61.29. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.16 والشراء سجل 5.13. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فعيار 18 سجل 838 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 978 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1118 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7824 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة
والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج بقيم بتتراوح من متر ونص لمترين ونص. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في الإسكندرية 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.